سابقة عيسات فوزية سليمان من الكاميرون وتقرأ برواية حفص عن عاصم السؤال الأول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الْرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنُ من بعد وصية يوصي يا ماء تشربي ماء يا عيسى تشربي ماء تفضل أعد السؤال يا فضيلة الشيخ ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن، من بعد وصية يوصين بها أو دين، ولهن. لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن وله اه او اخت فلكل واحد منهما السدس فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصيه يوصى بها أو دين آباء <applause> من بعد وصية من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز خالدين فيها خالدين فيها ذلك هو الف... وذلك الفوز العظيم وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله يدخله جن. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا يدخله نارا خالدا وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدَخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا ذَلِكَ الْفَوْءُ ۖ وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ ۖ وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ ۖ حَسبُك. السؤال الثاني أَفَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَى أَفَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَى انما يتذكر اولو الالباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما امر الله به ان يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب، والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم، وأقاموا الصلاة وأنفقوا، وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية، ويدرؤون بالحسنة السيئة. أولئك لهم عقب الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الارض اولئك لهم اللعنه ولهم سوء الدار الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياه الدنيا وما الحياه الدنيا وما الحياه الدنيا في الاخره الا متاع ويقول الذين كفروا لولا انزل عليه ايه من ربه قل ان الله يضل من يشاء تطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. حسبك. السؤال الثالث. والله خلقكم من تراب ثم من نطفه ثم جعلكم ازواجا وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه وَاللَّهُ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَاجًا وَمَا تَحْمِلُ مِن أُنثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَمَا يُعَمَّرُ مِن وهي يسير وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه سائغ شرابه وهذا ملح أجاد ومن تخرجون وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخ الشمس والقمر كل يجري لاجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. حسبك أحسنتي بارك الله فيك.